FM. الكلمة ليك. انتم تسمعوا في الغكاب على كافة فيه. مرحبا بكم، ضيفتنا في فلسفة زينب نابلتان، الباحثة الجامعية في العلوم الإنسانية. فاس مدام زينب، مرحبا بك على الكافة فيه. مش نحوالك يا عسلامة. مرحبا بك مدام زينب. ميرسي. في تونس نحكيه على بوليتيك افيك ام بي ولا بوليتيك افيك ام بي؟ مدام زينب، بوليتيك ولا بوليتيك؟ عايشك ما تهزيش برشا للنقد، مسيلش على خاطر احنا لا ما نجموش ننقدوا، اون تيلمون بيردو لو سونس دو لا كريتيك. نحكيوا على البوليتيك معناتها في معناتها في اطارها العادي. نو سوم جونتي راهو احنا لي بسي، مي نو افون بيردو ان بو لو سونس دو لا كريتيك. البوليتيك شنو الكونوزاسيون؟ تحب تقول حاجه مش مفهومه من حاجه معناتها امبيغو، حاجه معناتها ماشي مفهومه، فما لخبطه، فما باش نحكي لك على فما ديسكور ماهوش واضح، ما هو فلو معناتها. باش نحكي لك على الاحساس نتاعي انا اللي حسيته وقت اللي فما دي بارتي من غير ما نسميه وشكون البارتي اللي هو يقول لك عندي بوليتيك دو غوش يطلع دو دروات. انا يظهر لي انا نحسو فيزيبلومون الكلنا عندنا خبره شنيا لا غوش وشنيا لا دروات، مي لا فما لامبيغويتي اللي جو بريفير لو مو امبيغويتي اللي على سو نيفو لا. واللي يقول لك انا عندي بوليتيك سوسيال يطلع دو دروات، هذا هو معناها البوليتيك او سونس من فهمت كلمتك لامبيغويتي، معناتها عدم اثبات الهويه فوالا نتاع الاحزاب في تونس. دونك يخلي دخل لنا شويه دخل الشعب وانا مش شعب شويه الكونفيزيون. والكونفيزيون بور نو ماهيش حاجه هايله، خاطر تهدف تهز للفروستراسيون، تهدف من بعد هالكولير، سي توت ان كونتينيوم تمشي من الفروستراسيون، بعد السنتيمون دو كولير، بعد السنتيمون دو رفو، بعد اون باس لي برا، ما عادش نحب نسمع لبرشا ناس، ما عادش برشا ناس، بعض ناس ديزون يسكر القناة نتاع التلفزة، ما عادش حاب يتفرج، ولا يقول لك فوق عليا فديت، ولا قلقت، ولا تمشي حتى اللي نسمع ديرنيغمون ماشي نمشي نتخبي سكي تخي غراف. علاش هذا سيدة زينب نابلتان؟ علاش الرياكسيون هذه؟ علاش في الناس معناها؟ شنو اللي اعطيناهم بار اكسي ولا شنو اللي اعطيناهم بار ديفو؟ ني اكسي ني ديفو. إليا جيم بيان لو تيرم دامبيغويتي. لامبيغويتي جينيراتريس دو كونفوزيون دون لي سيرفو. نحكيو على الغموض هنا معناتها. غموض اي. كونفوزيون معناها انا مخي وقتها ما عادش يسمح لي باش نقرر نتعدى من الريفليكسيون للاكسيون. اش باش نعمل انا؟ لوين باش نتجه؟ باش يتلهوا بيا؟ باش معناها هالقاده هذوما هاللي قاعدين او بروميي بلان، دونك سي بارتي بوليتيك كي سون سيسيبتيبل ان جور دو دالي ا كارتاج. اي. اسكو ايل سوكوب دو مي بوزوان موا؟ Et nous touchons au fondement de l'humain, les besoins humains. Le kulna, et les besoins sont universels. Hein. Indépendant de la culture, des horizons, nous sommes construits sur des besoins primaires, tels que le besoin de sécurité physique, autant nous avons fait la sécurité ou le haja, la sécurité matérielle, la sécurité du territoire, la sécurité de mon confort interne, de mes émotions. Et nous avons l'ambiguïté. كيف نتقلق كيف نبدا فرستري تتخيل اللي جو سوي دون لانكونفور اوتوماتيكمون. معناتها خلينا نلخصوا شويه، معناتها فما احزاب مش مفهومه اللي نتاعها شنو بالضبط، معناتها ناخذ بالملموس المؤتمر من اجل الجمهوريه، هل البارتي العييك العلمانيه تقول انت مشات ولات معناتها تغازل معناتها اطراف، تقول انت يمينيه معناتها تقول انت تغازل حتى احزاب اخرى، ما عندهاش معناتها لا ليني معناتها تقول انت غوش اللي كانت عليها المؤتمر، باغ اكزومبل حزب النهضه ما نعرفوش اسكو معناتها اسلام سياسي ولا ليبرالي ولا المفروض ايديولوجيا هو مصنف يمين، لكن تجي تلقاه في السوسيال معناتها ما عندناش الخريطه الواضحه نتاع الاحزاب السياسيه اليوم في تونس، ديما تتغير الاحزاب السياسيه من اليمين لليسار من اليسار لليمين تمشي للوسط، بعديك يقول لك انا ليبرالي، بعديك تلقاه متي اجتماعي، معناتها هنا الخريطه اللي مش مفهومه نتاع الاحزاب السياسيه هل تؤثر على الناخب اليوم في تونس والمواطن اليوم في تونس في اختياره للمشهد القادم في السياسي معناتها؟ هو شو طلب المواطن في بدو الثورة؟ طلب الكرامة، طلب الحرية التعبير، ما ننساوش. ايه. يظهر لي حسب رأيي، هذا رأيي الخاص، مش ندخل شوية في متاهات الامبورتاسيون دي زابيلاسيون بوليتيك بحكاية بصفة سطحية غوش دروات درا شنو هذاك، علاش اللي جابوا دي تيتخ
دخلوها معناها في سافيس اون ترو بارلي ترو رابيدمون دو ديموكراسي مش حاجه سهله الديموكراسي سي ان نيفو دو ديفي دو وعي دو وعي معناها شوف البلدان الناميه سوا ديزون ها قداش حطوا من قرن باش خلطوا للديموكراسي سهلة كلمة ديمقراطية أنا يظهر لي أول حاجة صرعنا في الكلمة هذيك والكلمة تأثر على 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 العبد ولينا كاين في لزوم هو أنه يبدأ عنا بارتي دو غوش بارتي دو دروات معناها سي كوم سي أو ديبي إيا يو أون جي أنفي دو دير خطأ خطأ في ال في ال في الديمراج خطا في في الجواب للكرامة والحرية والحرية أنا طلبت كرامة جاوبني في دي بارتي دي تيتر امبورتي مستوردين معناها اي عناوين مستوردة جوستومون وكل وكل المشكل في 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 لو فات اللي مستوردين جوستومون هكا علاش هما بيدهم ما همش واضحين خاطر تعمقوا في شنية النوسيون تاع الغوش والدوات مدام زينب وفات الديمقراطيه دونك حسب اعتقادك انت الديمقراطيه وخاصه بعد الثوره او انتفاضه تجي من الشعب من اللوطه والا تجي من عند البرامج نتاع الاحزاب والليليت مدام كراي لا كونفيرونس دو برشلونه دو 95 جو كوا كسيتي ان سومي بوليتيك تري امبورطون الكلمه المهمه اللي خرج منها الكونفيرونس هذيك اللي خرج منها الكونفيرونس هذيك هي لا ديموكراسي émane à partir du peuple. La démocratie تأتي من الشعب. الوعي نتاع كل واحد. والوعي كامل. انا كديمقراط شنو يكون رؤيتي شنو يكون تصرفي شنو يكون موقفي. اذا كان ما عنديش هالثلاثة حواجز او موان كيفاش باش نكون انا نزرع الديمقراطية في البلاد. وعلى حسب المثال كان تسمحوا لي نجبد بحوث صارت pendant des décennies des anthropologues américaines خدموا على les besoins humains et l'évolution la croissance qui fait بلاد تخرج من كيما نقولوا من التخلف توصل حتى ce qui a été le cas de l'Europe توصل حتى للديموكراسي مشاو بداو البحث نتاعهم من لي فافيلا au Brésil pire des misères et ils ont travaillé مشاو من غادي شقوا برشة طبقات ومشاو حتى للأغنياء متاع أمريكا والناس المتطورين متاع السويد ومتاع الجابون وشاهدوا أول ملاحظة هو لي بوزوان هومان سون اونيفرسيل كون سوا من الفافيلا دو بريزيل الحاجيات الإنسانية هي إنسانية بامتياز يعني بصفة عامة نحكيو على القيم الكونية هنا معناتها لي بوزوان انديبوندامون دو لا كولتور دو لو دو 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 لوريزون دو بيي اللي هما مدام اللي هما لي بوزوان هومان لو بوزوان دو سيكوريتي دو سيكوريتي فيزيك le besoin d'avoir l'amn al-shakhsi manata vati l'amn al-madi le besoin de prendre du plaisir l'être humain est un être de plaisir depuis qu'il était enfant le plaisir carrément est-ce qu'on appelle معناتها le smig معناتها ما تقول انت بتاخذ تاع المرحله الاولى هذه besoin primaire d'ailleurs toutes les approches quand on parle les approches des sciences humaines notamment l'énéagramme où on parle des profils humains يقول لك شنو هي la sécurité شنو هو le besoin de base اللي تتبنى عليه الشخصية لو سوك الفونداسيون تاع الدار سوك الفونداسيون تاع الدار هذوما هما لي بوزوان بريمير هذوما دونك بعد فما ان بوزوان دو ريكونيسونس دوزيام ايتاب دوزيام ايتاب عندك ان بوزوان دو ريكونيسونس انا اليوم تونسي تقول لي دخلت في الديمقراطية كيفاش باش تعرف بيا كمواطن كذات بمشاكلي اليومية بطلباتي بحقوقي كيفاش انت باش تضمنهم لي يلي باش تقود البلاد كيفاش لا غارونتي لا بيزوين دابارتونونس اي لا بيزوين دو ريكونيسونس فيها سامحني تو جو بورلي دو لا اور لا بيزوين لي بيزوين دابارتونونس سون ريكونيسونس يعملوا ديفياسيون فير لو كلانيسم لو كلان معناها مفهوم الانتماء بدون الاعتراف بالانسان هذاك معناها يهز البقعه اخرى يهز الكلان لا بوليتيك دي كلان دي كلان ولي لي كلان الكلان هذاك معناتها تبع اليسار تبع اليمين تبع هذاك يدافع عليك ضد هذاك باش ندخلوا في اون سبيس دو فيولونس بسيكولوجيك معناها احنا نجم نقولوا الارهاب في تونس سا ايمان دو سو لي كلان سون بارتو سا سي لو كلان اكستريميست اكستريميست ميز اكزيست في الاداره في اي بلاصه لو كلان
لي لوبي هذا كيف كيف يعني حتى مش لي لوبي لي لوبي فوالا لوبينغ لوبي والكلان الكلان سورتو entre parenthèses la crise financière mondiale a été créée par cette espèce de deuxième niveau mal géré le clan les Lehman Brothers ouais يفرقعوها je referme la parenthèse donc troisième étape la troisième étape ben c'est le respect des institutions بلاد بلاش احترام المؤسسات احترام المؤسسات والقانون دخل فيها القانون اما ما تنجم نرجع لك المشكل وينو المشكل كان كم مدام عن كاتخيام وسنكيام خلينا نفهم ولي الشيما نتاعك سنكيام ما حب عاد عليها نيلسون مانديلا هي ما نقولوش الشيما جلوبال بعدين كنشوفو التونس من الموجوده فما سيتيام زاد فما سيتيام هما لي سيت لا ديموكراسي لا ديموكراسي جو في لو ليغ ايسي كليرمون مدام كراي من فضلك كانت نجم تعاوني في الترجمه يقول لك سي تو سامبلومون لا رياليزاسيون دو سوا مش دو موا دو سوا تحقيق الذات العليا فينا الذات العالية الذات العالية اللي فيها معناها تو سكي بو اتر معناها دي ريسورس اكستراوردينير لي لينيرجي نتاع سوبر ستركتور تو سكي حضارة تو سكي تحضر اكسيتيرا لا رياليزاسيون دو سوا اي لا لو ليدر كي فا ديريجي ان تيل بوبل سي ان فاسيليتاتور تو سامبلومون c'est pas un dictateur c'est pas un paternaliste يسهل معناتها اكثر منه يكون يسهل اكثر منه معناتها خاطر لي انستيتيوشن المؤسسات موضوعه والذات البشريه وقع سامحني مش مؤسسات برك ما ننساوش اللي لي بيزوين نوري الحاجيات دو بروميير بلان لا ريكونيسانس انستالي دو دوزيام بلان ما تنجمش تتعدى من بلان لاخر ما غير ما تحققهم et on passe à la raison de soi à ce moment-là فهمت الشانتي اللي سنا فينا في تونس à long terme هذا اللي نجم نحكيو à long terme à long terme on peut accélérer le mouvement par certaines actions شوف في كل موضوع فما ce qu'on appelle des éléments de solution on peut accélérer le mais et j'en تبقوا على تونس le sixième جبدك نيلسون مانديلا وقتها يولي la transformation institutionnelle شفيها فيها l'innovation traîne la créativité traîne la connaissance le معرفه والخلق traîne la mission d'évolution institutionnelle manière créer autre chose de plus de plus conforme à au contexte actuel du 21e siècle à la réalité et au contexte je me le passé ou la ça اليوم ça ne colle pas on a une jeunesse qui est autre que ce que nous étions nous. ما تنحكيو على الكرياتيفيتي نحكيو على التحديث نحكيو على تخلق موديل جديد نبي موديل جديد لينوفاسيون تخلق تخلق متقدمه مدام ها متقدمه على الخير مازلنا ان شاء الله نخلطوا لها اذا كان امي السابعه مدام السابعه سي اون ترانسفورماسيون لا السادسه ترانسفورماسيون سوسيال معناها كل عبد فك السوسيتي هذيك مجتمع peut-être نقولوا احنا جون بدي نقول السويد خلطه الغادي لي بي نورديك كل شخص من اعضاء الشعب هو بيدو متطور هو بيدو يعرف شنو معناها اتر ديموكرات هو بيدو يقوم بك المسؤوليه نتاعو يقوم بك الواجبات نتاعو ما غير ما يقولوها له ينبع من جوه لوتو ريسبونسابيلتي لوتو معناتها ابسولومون والسياسي هو شنو اذا كان في السانكيام وحده فاسيليتاتور لا سي تامو ان سيرفيتور il est au service du peuple هنا نوصل شنو ديكتاتور ولا اللي هو اللي يتجاوز السلطه ولا اللي يتجاوز السلطه المفروض نتاعو بعد شويه باش نحكيو مدام زين سيتيام نيفو البلانيت مازالت ما خلطتلهاش لا ترانسفورماسيون جلوبال transformation globale على حد ما وصلوا لها هذه اللي توبيك نجمو نقولوا معناتها نحيك الهيجيموني دو تال بيي وتنحيك ال 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 مدام بعد شويه بعد الفاصل نحكيو على تموقع تونس في البلان اللي عملته انت هكا من الواحد هذيك شي سبعه الوغ فاس فاس مع زينب نابولتان بحث الجامعيه في العلوم الانسانيه مرحبا بك مره اخرى ركزوا مليح في كلامنا خاطر الموضوع مهم برشا للي يفهموا بيان سور اون ديريكت على كتافي نحكيو على شيما نتاع سيروره نتاع ديمقراطيه تبدا من ايتاب الاولى حتى ايتاب السابعه ثلاث ايتاب الاولانيين مهمين برشا نحكيو على الحاجيات واحد اثنين نحكيو على الانتماء ثلاثه نحكيو على معناتها احترام المؤسسات أربعة نحكيو على الديمقراطية ولا الريكونيسونس نتاع السوا نجم نقولوا معناتها إثبات ولا إثبات الذات إثبات الذات باهي تونس فين متموقع معناتها مدام زينب احنا وين موجودين؟ هل موجودين في إتاب كونستانت وإلا موجودين بين فا إي فيان بين إتاب للإتاب نقدموا با نرجعوا با دو با التالي؟
ما احنا وين ماشيين في تونس في المشهد هذا اللي انت رسمته وين ماشيين احنا في البحث هذا احنا ساعه قبل في شكون نخاطب انا تو لشكون نخاطب نخاطب في اللي باش يقود تونس ولا في ولا نقول التوانسه هما فين التوانسه يعرفوا غير مني ماذا بيا نخاطب اللي باش يقود تونس اللي باش يقود تونس فعلا اللي باش نقول له لكن حتى تقول انت تونسي ما تونسي مهم يعرف راهو الكلام هذا خاطر هو في يده بعديك الانتخابات عندي في يده الاختيار عندي كلمه الزحليقه على الثلج حلوه برشا لي شامبيونا de patinage artistique. Rien que faire chez Bdeo Yumchi ou Yiju Yumchi, je préfère donner cette image esthétique. Voilà où nous en sommes. Zigzag. Zigzag, voilà. Mais esthétique. Haja Hloa, ou Haja Wekaïa, ou Machafouch Mena, ou Dikaïa, ou Matalan. Oui. عندنا دي بيزوان دو سيكوريتي à nourrir. Il a fait حارق déjà. لا لا هذاك معناها ما فيهش نقاش. عندنا دي بيزوان دو سيكوريتي ماتيريال aussi. الطاقة الشرائية نتاع ريت تبقى الوسطى ما عادش تبقى وسطى هذا نسمعوا فيه كل يوم وشيء يأسفنا برشا. شنو اللي عندنا؟ البليزير فيزيك برشا عباد تعبين في نفسيتهم راهو من الأثر اللي صار لهم في النهضة. في باردون سامحوني في الـ في الثورة باردون سي ان لابسيو جو ميكسكوز جو ني ريان كونتر النهضة جو أي غدوة الحملة الانتخابية مش مشكلة لا 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 جو ني ريان كونتر بيرسون أي دونك ملي صار لهم من اثر الثوره دونك فما رجوع باش نعملوا باش نتلاهوا بك البيزوان هذوك باش اللي باش يقود البلاد يكون عينه ساهره يكون ساهر وما ينساش على يبدا المنبع هو الموضوع هذاك رغم ان اللي فما توانسه اللي تحيدوا اكل نيفو اما احنا نتكلموا على شعب تونس كل الامن يعني الامن الشخصي والامن البلاد والمادي والسونتي مونتال دي جون التعب اللي هما تعبوا فيه لو مانك دو بليزير لا ديبرسيون انا نحكيو انا مانك دو بليزير ما غير ما ندخلوا في الديبرسيون لو مانك دو بليزير فما ابحاث تقول راهو تونسي معناتها ديموراليزي ديبرسيف معناتها بعد اللي صار سافي سا اريف ا تو الموند دو ديبرسيف مي جو نيم با رونتري دون سو جون دو باثولوجي سي با السوجي ديزون لو بليزير نقص العباد مقلقين طيب العيش ما عادش برشا ما عادش فما طيب للعيش العباد مقلقين مهما كان هذايا يلزم اللي باش يقود هالبلاد يلزمو يكون ساهر على يبدا ساهر وفريمون ساهر بصفه معناها ملموسه كيفاش ينجم يعمل مدام كيفاش ينجم الى بريونت سو جونغ دو سوجي كيفاش ينجم يوصل لنوع من المواضيع هذه باش يحلها يا هل ترى يعمل طاقم كامل باش يجيب له الاخبار يا هل ترى يمشي خاطب الشعب مباشره يا هل ترى يبكي يا هل ترى هذا سي توت ان ديبا خاطر احنا قاعده تسال فيا في اللي عندنا احنا الموضوع ما بين شنو هي قوتي ما بيسونس انتيريور ان طونك ليدر اي مي كاباسيتي دانستيل لي بون استراتيجي هذه سي توت ان ديبا لي استراتيجي اللي عنده في يده القوه اللي عنده فيهم يعمل بهم par exemple la sécurité du territoire et la sécurité personnelle هذه هي معناها الموضوع محرج يظهر لي جبدوا عليها برشا مرات وتعاهدوا اللي ايه. اللي باش يقود البلاد باش يسهر عليها يظهر لي مثلا سيكوريتي ماتيريال الغلاء الدنيا الطاقه الشرائيه والكل. انا باش نقول لكم بكل صراحه تونس فيها برشا فلوس اما هي موفيز جيستيون سيت ارجون ما تقوليش تونس ما فيهاش فلوس سامحني هذه نقولها للمواطن فيها ديكلون مدام قلت عليهم قبيله ديكلون فما فيها برشا لا فما ديكلون يخدموا ضد هذا لازم كل لا لازم الناس الكل يخلصوا لي زامبو نتاعهم لازم يحترموا معناتها تقول انت فما الجبائيه معناتها السياسه الجبائيه ما يشوفها شفتني انت مدام كراي بكري سمعتك وقت اللي تقول كيفاش الاستاذ اللي هي اساس القاطره اي القاطره يخلص معناها بصفه بالطول اللي نسمعوا فيه سي ان ادميسيبل الوغ البلاد فيها فلوس سي تو نقول لكم كان البلاد فيها فلوس سا دوموند ان ميور مانجمنت اون ميور جيستيون دو لارجون مادام هاتي لخص معاك الكلام نتاعك معناتها تصرف ما نمشيو دوزيام ايتاب الا ما نرجعوا ليتاب الاولى معناتها نمشي انا للابارتونونس بعديك تجيني حكايه الارهاب مره اخرى نرجع ليتاب الاولى قلت سامحني نواصل خاطر وقت قلت لا جيستيون دو ليتا سي نو دوفون افوار tant mieux d'ailleurs c'est une excellente chose à une gouvernance qui nous invite au respect des institutions le devoir نتاعك l'autorité هذيك c'est de le management et la gestion dont je parle tout de suite de l'argent en Tunisie une certaine rigueur et une certaine la première c'est la première priorité la gestion de cet argent qui est un petit peu مفرقه pour pouvoir ماهيش انستيتيوناليزي وتشوف كيفاش الاسعار لو باني دو لا ميناجير ينجم يولي مرفق خير معناها سي سيستيميك
tout cet ensemble se tient. Wartley, la personne qui nous parle de respect des institutions, fort à raison, elle installe des bons spécialistes du management et de la gestion de l'argent. L'État manager, hein, pour les, et le bon gestionnaire, Mané. Bien sûr, voilà. Forcément. Pour que nous affrontions ces besoins. La question que vous posez au début. تقدم برشا l'état اللي قلت عليه انت معناتها l'état manager معناتها هذا اللي موجود تو comment répondre madame سامحني خلينا نحكي شويه واقع توا سيكوريتي مش موجوده بالكدا تقول انت البزوان سيكوريتير معناتها ضعيف نحكيوا على معناتها البزوان ماتيريال ضعيف بتحكي لي انت على état manager من بعد اعطينا سال état plus l'état plus pour gérer l'argent معناتها اللي موجوده je ne sais pas si j'ai dit que j'ai parlé que j'ai sauté un petit peu plus loin قلت comment répondre je répondais à votre question comment répondre à ces besoins voilà. de sécurité matérielle le bled fi hal flous avec une bonne gestion on va peut-être arriver à tabat chouya fi panier la ménagère tu taxes on respecte les taxes la TVA les impôts hadik aytlam flous ra هذيك يظهر لي من الاولويات احنا السفير انه الجبايه معناها قاعد الشهر يدفع فيها شوف لا كلاس موين واللي عنده ولا. ما يدفعش انا خاطر ما زلنا في لي تابلو لانيه معناها لو بيزوين دو ماتيريال دو سيكوريتي ماتيريال قلت لي شنو لا ريبونس اسلا قلت لك لا جاوبتك والزعيم اليوم ولا رئيس الجمهوريه كيفاش يلزمو يعمل معناتها لو ليدر كيفاش يلزمو يجير سا معناها كيفاش ينجم يوصل من مرحله لمرحله وكيفاش باش يقنع الناس في الكونستيتيوشن ماش عنده برشا مشمولات صحيح عنده مسؤوليه كبيره هو انه il forme un le gouvernement qu'il faut ايوا le gouvernement qui va diriger مش هو نحكيو على ليدر رئيس حكومه ولا رئيس جمهوريه معناتها نتكلم على رئيس جمهوريه كون جو دي لو ليدر رئيس جمهوريه اليوم اليوم في الدستور هو ما عادش عنده مشمولات بقى عنده اختيار حكومه اللي تكون معناها قويه j'appuie beaucoup sur la puissance intérieure des hommes qui vont être dans le gouvernement la puissance intérieure موجوده فينا تبقى on est débranché il faut se rebrancher dessus كل عبد عنده cette puissance intérieure وهذيك ما عندكش فكره قداش تعطي من intuition من idée ومن inspiration pour faire donc un bon gouvernement احنا اش غادي نقولوا مانيش داخله في خدمتهم je ne suis pas économiste ni gestionnaire ni rien du tout mais نلفت النظر نلفت النظر نتاعهم ابداوا من نيفو 1 راهو فما مشكل مهم برشا راهو فما مشكل موجود واقع واقع ملموس اي نحكيو على تابلولا لي بيزوان الحاجيات هذه اللي خلت التقليب التونسي بعيد على السياسي وفقد الثقه في السياسي اليوم التونسي فقد الثقه في السياسي وقت اللي ما فماش حاجيات مش موجود لا ربما وقت اللي تابلولا ماهيش اكومبلي ني با اكومبلي معناتها باش تمشيو لمرحله ثانيه وثالثه ورابعه ومتقدمه زاده في الديمقراطيه نحكيو على دي بيزوان بالحق فيتو ماهمش دي بيزوان عاديين سؤال مدام انطلاقا من لابروش سيستيميك اللي انت معناتها تخدم عليها والكل اللي هي ترجعنا للفكر الدائري لا بونسي سيركولير اسكو فوتيل يلزمش الان خليني نتكلم بالعربي انا يلزمش الان الفاعل السياسي ليدر جديد معناتها المسؤول الجديد يلزمش الان يعمل تابل روند ويسمع الاطراف الكل باش ينجم ياخذ قرار والا يهبط قراراته كيكا معناتها ان كولور نودو سامحني دابور اش تقصد بالاطراف الكل؟ الاطراف المعنيه معناها النقابات الاحزاب كيما الحوار الوطني مثلا باش تسمع على خاطر السيكوريتي كيف ما قلت انت نيفو 1 لي تخوا جونغ دو سيكوريتي سوا كانت الشخصيه او للبلد او لطيب العيش هذيك تهم الناس الكل اليمونتير بويسك اليمونتير هي علاش ما يتلموش الناس الكل معناها الجروب دو بريسيون بلوس الجمعيات المجتمع المدني بلوس الحكومه بلوس المستشارين اوترومون دي مدام كيستيون معناتها عندها علاقه بالكيستيون تاع مدام فاطمه كراي نحكيو على سياسه سطحيه ولا سياسة عميقة بروفوند خاطر نحكيو على دي كلاش كونتر كلاش في السياسيين اللي الناس ما تحكيش على اللي بيزون تحكي عليهم انت معناتها الناس ما تحكيش على برامج اجتماعية ما تحكيش على سيكوريتي ما تحكيش على اقتصاد تحكي على منظومة قديمة فاسدة لازم نحيوها تحكي على ثورة جاية نقول لك انا عندي الحق باش نحكم خاطر عندي مسيرة نضالية معناتها اليوم
معناتها كيفاش نجموا نقدموا بالحوار السياسي وبالخطاب السياسي لو ديسكور بوليتيك معناتها. عندي جو ميرسي عندكم برشا كيستيون نحاول نلخص في حاجه عجبتني لفظه عجبتني قلتها بكري. شنو هي سبيسيفيسيتي ناش مدام كراي ولا سيادتك؟ نبيل قال لك شنو هي سبيسيفيسيتي تونيزيان؟ ميرسي باش نلخصها. سمعت برشا سؤالات مع بعضهم تسمحوا ليش باش نلخصهم في كلمه. شنو هي لا سبيسيفيسيتي تونيزيان؟ سي لو ديبا تونسي. Je remercie Mme Karraï وقت اللي قالت اسكو الرئيس يزمو بيان سور حاجه لزوم هو انه يتحاور. On ne pourra jamais sortir si on n'ouvre pas un débat public tout niveau. تمشي من الرئيس حتى dans les quartiers. صحيح. Les gens du quartier se réunissent. Premièrement. Deuxièmement, هذه spécificité نتاع مشكلنا. إذا كان le mur de Berlin est tombé ou le mur نتاعنا احنا de la communication مازال واقف أعظم المراية قاعد يتعمل تو أعظم المراية دو شين. التقسيم هنا لا لا على الكوميونيكاسيون فماش كوميونيكاسيون ما فماش ما فماش تناسق ما فماش كوميونيكاسيون دونك Un débat public à tous les niveaux. Yibdam Raïs, je remercie Madame Karraï d'avoir mis l'accent là-dessus, bien sûr. Deuxièmement, des séminaires, ateliers, pratiquement tous les deux mois durant ces cinq ans. Il aborde le changement. Nous sommes dans un monde en changement. Il révise l'i'tiqadat nta'o. Il révise. مش ما نقولش اعتقادات ومش باين اما لربما ما يسمحولوش لي بريجوجي فوالا لي كرويونس ليميتون لي كرويونس لي فالور لا فاسون دو فوار لي شوز اون ا بيزوان دو فير ايفولوي تو سا اي شنو هي الدويل اساسي لا كوميونيكاسيون اي لو ديبا بوبليك اور يا با دو ديبا بوبليك جو سوي تري سوربريز ما فماش ديبا بوبليك فما ديكلاش بوبليك ديكلاش اون ا بيزوان دو ديبا فما تراشختوها ديبا بوبليك اي فوالا هذاك علاش ديبا اسكو مدام جو سي با سي جي ريبوندو لا 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 واضح انا فما مشكله تأرقني هي ما توا اللي نقولوا عليه الارهاب واحنا نشوفوا فيه بعينينا ولا سيكوريتي اسكو هذا ينجم يدخل تحت طيل زاد الديبا بوبليك معناتها افيك ou concernant ces gens-là. Chouf. Soyons réalistes, hein, parce que le l'irhab, il est devenu mondial. Oui. Nous sommes en train qu'alakhir nlaqtu f rash li jayna men ظاهرة إقليمية معناتها ماهيش دولية وطنية. نرجع لك البيزون بريمير. انا الارهابي عبد كيفك وكيفي. J'ai un وقت اللي لي بيزوان نتاعو ils n'ont pas été tellement nourris qu'il a dérapé dans une pensée conceptuelle مخو تعبى بحاجات اللي مسكين دخل il a décollé خرج من الرياليتي دخل في الايماجينير ولا الغفوج نجم نقول ملجا وي على خاطر سي بيزوان ne sont pas nourris نرجع لك نفس الحاجه donc pourquoi ne pas non pas parler à ces gens-là mais parler de ces gens-là de ces gens-là pour les reconnaître justement سؤالي نعاودو لك مدام سؤالي نعاودو لك سؤالي نعاودو لك حاجتنا بديسكور بروفون مش ديسكور سوبرفيسيال معناتها خطاب سطحي معناتها ما يمسش الناس هذا خلى الناس معناتها تهرب وتعزف عن السياسه وتمشيش تنتخب بتو باهيه معناتها في الانتخابات كيفاش لما السياسي يسمع فينا اليوم معناتها هذا السيبل نتاعنا اليوم حتى في الديبا نتاعنا اليوم في الغيكاب كيفاش السياسي يقرب للمواطن البروكسيميتي مهمه برشا تقريبا مدام بروكسيميتي مع الناس معناتها اني نمشي سوق الجمله مش نمشي كوم كوا نعمل في حمله انتخابيه ونتقرب من الناس في مره في الفيل هل يعطيني حصانه شعبيه معناتها باش ننجح في الانتخابات ام البروكسيميتي كونستانت معناتها ديما نمشي للتونسي ديما نقرب له ديما نحكي معاه ديما نسمعه باي اليات مدام تفضل Andien Alioum, celui qui va diriger ce pays, c'est un éducateur qui écoute. Yisma. Il écoute, il reçoit. Il accueille. Je ne sais pas ce que accueille. Il accueille. Manéa, hatta l'abd, les khadrat, les moshbeh, il l'accueille, il s'ma'ou. Yisma, oui. Hadi, idha kan andu daur, ma fi d'astour, qalou ma'ash andu shmashmoulet, ma andu daur humain. عنده à mettre en avant son humanité مش son intelligence cognitive اللي تقول له يعرف القوانين فما حكومه باش تلابيه هذاك يعطينا son humanité il écoute الجانب الانساني فيه انه يسمع ويستقبل ويستقبل
اكوي الداخل في جواه اللي عبد عنده مشاكل، حتى كان اللي يتكلم افيك فيولونس، حتى كان اللي ما يعرفش يتصرف ما يتكلم الا اكوي يسمعوا ويسمع سي بوزوان، يلزم يكون حاضر في الديسكور نتاعو في الميساج نتاعو. اون ا بيزوان دان ميساج كي فيان دان بوين سنترال اللي هو رئيس الدوله. هذاك دور يظهر لي كي كي مان دو سون هيومانيتي. هذا الميساج نتاعي ديريكت لي، مش من السافوار نتاعو ولا من الكونيسونس ولا من قلبه، من سون هيومانيتي سا ساجيس الحكمه نتاعو. هذا هو هو بيدو الى بيزوان داتر انكادري بور افوار لينيرجي نيسيسير. انا نحب نسالك فيه جوستومون هذا السؤال، معناتها جو با دو كوتشينغ، جو بار با دو كوتشينغ دو با نيفو دي كاباسيتي. في النيفو نتاع الرئيس يفو ان سبونسورشيب، معناها دو نيفو دو ليدونتيتي، باسكو ساجي دان غران مسيو à l'énergie nettement supérieure à celle des autres. Il ne faut pas que envoyer tous les coches de la terre se précipiter à la porte de Carthage. Je vais faire une comparaison. Par exemple, Barack Obama, le président américain, a un staff qui est. Mes collègues américains sont tout le temps à la Maison Blanche, ça c'est sûr. Je t'explique une autre expérience. Un staff de coaching, ma tante dit même toi seulement. Mes collègues Stephen Gilligan, ils sont. Je vais faire un peu de choses. Ma tante Barack Obama, le tahrikam tiao, le gestuel tiao, le khitab tiao, في أي discours, في أي déclaration de média. دروسه اتوديي معناتها باش يعلموه، مش باش يعلموه لو سبونسور لو غيد، ما يعلمك حتى شيء، يعطيك الصناره باش تصطاد الديامونت اللي فيك، خاطر الديامونت موجود فيك، ما عندنا ما نعطيوك، احنا ما عندي ما نعطيك، اما نعطيك لوتي اللي باش تصطاد تجبد الديامونت اللي فيك. دونك رئيس عنده ديامونت سبونسورشيب ولا لو غيد كي سوكيبي دو لوي باش يوريه، باش يجبد له الديامونت اللي فيه، معناها باش يخرج المخبي. تقول انت معناتها مش متخبي الديامونت المخبي، الديامونت اللي مش كونيكتي، باش سي ان بو ان ترافاي ديليكتريسيان باش يريقل ويحقل له البريز محطوطه غادي هيك. وكيفاش نجموا نحطوا البريز الحاكم قرطاج الجاي يوم 22 يوم 22 باش يصبح في قرطاج 14 جانفي تنصيب باش يصبح 22 كيفاش نحطوا له الالكتريسيتي؟ الفوكي لو دوموند ونجموا نلقاو له شكون يجي. لا باهي، وكيفاش نجموا نوصلوا لهم اللي راهو هما في حاجه الى يعرفوا لي غيد ليدرشيب هذوما لي زيكزيكسيس تاع كوميونيكاسيون يعرفوا، اما لربما سبونسور شيب باردون لربما ما همش ثايقين في سكيا اللي فما موجود في البلاد، يعرفوا فات لوغ كونفيونس، يعرفوا كان تشدهم تو يضحك يقول لك نعرف. بوركوا ان لون با في نيلسون مانديلا قال حاجه في السيريموني دانفيستيتور نتاعو، قال نوتر بلو غراند بور سو ني با دو ني با لا بور دو ني با اتر ا لا هوتور. Notre plus grande peur, c'est d'être trop puissant, de découvrir notre puissance qui est illimitée. La peur. Saad, خاف من القوة متاعك معناتها الخارج. لكن مدام خلينا نقراو التاريخ نتاع تونس بالكدا، نلقاو بيات كانوا يحكموا قبل الاستعمار، لقاو نظام بورقيبة، نظام بن علي، هل القرون هذوما اللي تعداهم في تونس في تاريخ تونس، يا أخي احنا مستانسين نحكيو على الديمقراطية، مستانسين نحكيو على كوتشينغ وكوميونيكاسيون، مستانسين نحكيو على معناتها دي زونترينور نتاع دي بريزيدون وستاف نتاع بريزيدون، اليوم نلقاو روحنا اون شوك سو لو شوك، معناتها في وضعية جديدة في تونس انتقالية بعد 14 جانفي، نلقاو روحنا نمارسوا في الديمقراطية بين ليلة وضحاها، معناتها مانيش مستعدين للحظة التاريخية هذيك. دونك سي ايفيدون نلقاو روحنا معناتها نتعاملوا كي قلت هويت وليس محترفين. جاكوي سيت بور، جاكوي سيت بور الي هيومان. وي علاش؟ تو سامبلومون عندنا مخ عاودنا. On a plusieurs parties dans le cerveau، مش لازم سي با لو سوجي، مي عندنا مخ عاودنا ادي عادات استنسنا. Ça fait des années. ما عمرنا ما تكلمناش عن الديمقراطية وشنو. دونك اون اون ا بور. Pour passer d'un stade de l'apprentissage à un autre, ça c'est encore un débat, on a peur du changement. Un des amis, un Canadien, qui disait le changement, c'est quand j'étais bébé dans le ventre de ma mère, j'étais peinard, pas de problème. On m'a viré, qu'elle dégage, on m'a mis dans le bar, on m'a mis dans le changement, j'ai peur. Mon cerveau a enregistré ça. Mon cervelet a enregistré cette peur du changement. Je l'accueille, elle existe, mais il y a des moyens
d'y procéder avec beaucoup de douceur. شكرا لك مدام زينب نابلتان باحثة الجامعية في العلوم الإنسانية. هكا حكينا برشا معناتها ان شاء الله المستوى لا بصراحة انا جاوني دو ميساج, واحد من نيويورك واحد من تونس, معناتها يسمعوا فينا, قال اللي في نيويورك يسمع فينا بالايفون, قال معناها السوجي مستوى عالي ويعطيكم الصحة, وزاد من تونس زاد نفس الشيء, قال هذا التغيير معناها في الواحد معناتها الوجه الآخر للفعل السياسي معناتها اللي هو تناولناه مع السيدة زينب نابلتان. الفضل لكم انتم زاد مستواكم ان طونك جورناليست. بالعكس احنا 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 نتعلموا منك. شكرا لك زينب نابلتان باحثة الجامعية في العلوم الإنسانية. الكلمة ليك